جزاكم الله خيرا. تسأل فضيلة الشيخ من ضمن أسئلتها بأنها عندما تقول أنا يعني أصلي فرضا تأتيني وساوس في النية، عندما أريد أن أصلي العصر يأتيني الوسواس بأنها ليست عصرا وإنما ظهرا أو سنة، وأنا في نيتي بأنها فريضة العصر، هل صلاتي صحيحة وهل تتغير النية بسبب الوساوس وماذا أفعل؟ أولا النية هي القصد والعزم بالقلب، ولا يجوز التلفظ بها لأن التلفظ بها بدعة، حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا أحد من السلف. التلفظ بالنية بدعة، وإنما يكفي النية للقلب، محلها القلب. والوساوس التي تعتري الإنسان هل نوى أو ما نوى أو ما هي النية أو هل يرفضها الإنسان ولا يلتفت إليه، وإذا قام يصلي أو جاء إلى الصلاة فإنه قد نوى، إذا جاء إلى الصلاة أو وقف للصلاة فقد نوى، لا حاجة إلى الوساوس ولا يلتفت إلى الوساوس، بل ينوي الصلاة ويكبر ويكمل صلاته ولا يلتفت إلى قول الشيطان له نويت ما نويت قطعت النية ما أشبه ذلك من الأمور التي تشوش على العبد عبادته ويتسلط عليه الشيطان فيها. نعم.